السلام عليكم لافامي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في صفحتكم اميني موبيلي. اليوم جبنا لكم عقار جديد من الجزائر العاصمه اكزاكتومون المراديه. بلاصه بزاف شابه شيك، قريبه لكامل المرافق العموميه، جايه في الطلعه اللي اون فاس دايره تاع بير مراد رايس. بعقد ملكيه ودفتر عقاري بمساحه 500 متر مربع، فيها 3 مداخل، كاين دخل على الكوزينه، كاين دخل على الصالون، وكاينه دخله من الجهه الخلفيه. فيلا تاع اليوم عباره عن ار بلس 2، فيها جاردان، فيها اون بيسين شوفونت مغلوقه، بلس 2 كاراج، بلس اون تيراس تاع 25 متر كاري، بلس 4 لي بيرو جايين سيباري كل واحد وحده. نخليكم تستمتعوا معنا بهذا الفيديو، وما تنساوش ابوني خاوتنا وبارطاجيو وخليو لنا رايكم في التعليقات. واي واحد عنده ابارتمون فيلا ولا تيران للبيع يتواصل معنا في صفحتنا امين ايموبيلي. نروحوا للجهه الخلفيه من المنزل تاعنا، نلقاو هذا لو شميني تاع المشاوي، لابيسين بمساحه 30 متر مربع ابيبري، فيها كلكو روتوش مي ما شاء الله واسعه، الله يبارك وتسخن الماء. هذه لا تيراس تاع 25 متر كاري واسعه، تحب تحط فيها لي شيزلون وراك مريح مع العشيه يا خويا يا خويا. نروحو مباشرة للبروميير ايطاج اللي هو عبارة عن F4. لي شومبر تاوعنا واسعين كيما راكم تشوفو، فيهم دو فاصاد، اون فونتر اي ان بالكون. لي شومبر تاوعنا مجهزين بدي كليماتيزور اي دي شوفاج سنترال كامل، و لي بلاكار عندك وين تحط. هنا هادي لا شومبر دونفون، لا ميم شوز، لا كولور تاعها بزاف شابة ما شاء الله. ونروحو لا سال دو بان، متحوفة شابة كلاسيكية. تبقى لنا لا ديرنيير شومب في هاد ليطاج، ومن بعد موراها نطلعو ديريكتومون لو ديرنيير ايطاج. لو ديرنيير ايطاج راح يكون عبارة عن دو شومبر واسعين ما شاء الله، بإطلالة بزاف شابة. كاينة هاد لا شومب وكاينة لا شومب لي اونفاس ليها نفس الشيء. شخصيا الحاجة اللي عجبتني في هاد المنزل اللي يتساع و لا في بزاف شابه. لو كان تبقى الدور في المنزل من داك كنت نتبحر بين شومبرا وشومبرا، ولا بين كي نكون ندور لداخل تحس باللي كاين اللي يتساع والرحبه الله يبارك مشروح المنزل هذا. نخليكم تشوفوا بعض اللقطات اللي خيرناهم لكم لنهار اليوم. هنا هادو هما لي بيرو اللي جايين على الطريق، جايين مقابلين الدخله تاع المنزل، وهذه هي الدخله تاع المنزل. خليكم مع بعض اللقطات تاع اطلالات تاع لا فيلا تاعنا تاع اليوم، ونقول لكم تلاقاو في عقار واحد اخر ان شاء الله. رافقتكم السلامه، وربي يفتح علينا وعلى الجميع ان شاء الله، والسلام عليكم.